كده يا باشا هتلاقي الأسعار بره. الواحد لما ياخد حاجة بره بالسعر 300 جنيه أو 350 جنيه تيجي هنا بجوز القطعة بتيجي 100 جنيه أو 150. حاجات ستوك حاجات كده. الفرق بيننا وبين بوكاك البلح حاجات ستوك هنا وهناك حاجات ملبوسة. الحاجات زي قول لي هنا زي الحاجات دي الحاجات دي بالتيكت زي دي ستوك لكن الحاجات دي بتبقى ملبوسة. هذا هنجيبها من أوروبا حاجات أوروبية ستوك. لا لو في حاجات اسمها خلطات مصانع بنطلعها مش بنخلي الزبون ياخدها. الأسعار بيبدأ من 350 جنيه ل 500 جنيه تختلف بقى الموديلات حسب السعر. الحريمي 400 جنيه والأطفالي في 300 في 350 وفي 400 وفي 500 جنيه والرجال في 350 البنطلون الجينز وفي بنطلون جينز ب 300 جنيه لفايز وفي باقي تيشيرتات وقمصان وحاجات زي كده ب 400 جنيه وفي جواكت 425 وفي جواكت 500 جنيه كربت كيلو حاجة زي كده برضه يعني برضه بس تيكت برضه. الستيكات بتتباع بس للكيلو ولا في حد بيبيعها في حاجات تانية؟ لا الستيكات بتتباع للكيلو بس.